أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بكلا البلدين. وخلال لقائه السفير السنغافوري استعرض الوزير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. ومن جانبه أشاد سفير سنغافورة لدى القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر والتي أسهمت في جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.